الصنايعي الشاطر ربنا بيكرمه ويرزقه انا معايا صنايعي شاطر شغال على احسن عربيه فول في شبرا تمام عرف عليك طه حمدي محمد ازيك يا طه الله يسلمك ازيك يا استاذ محمد بقالك قد ايه شغالين بقالي 14 سنه وانت بقى في ال 14 سنه دول يا طه ما جالكش شغلانه تانية آه جالي بصراحه بس انا حابب الشغلانه ديت وانا باذن الله مكمل فيها حتى لو جالك اي وظيفه لو مدير بنك مش هشتغل فيها يا راجل مدير بنك هتقول لا 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 طبعا لا يعني... انت عايز المطعم اه عايز المطعم، حابب الشغلانه لاني من صغري انا حاببها ما بيجيلكش حد كده يقول لك انا معيش فلوس ادفع آه بيجي يا فندم بيجي... ايه؟ آه الحمد لله يعني هو ربنا مرضيني فانا ما بحبش جبر الخواطر آه عند ربنا كبير ف... فجبر الخواطر بالدنيا وما فيها، انا الحمد لله لما بجبر بخاطر الأو... اللي قدامي ربنا بيج... بيوقف معايا في حاجات كتير في مواقف كتير ويجبر بخاطري فيها كانت اجمل فأ يعني يعني جبر بخاطري في حاجات كتير والحمد لله. طب انت بتخلي صاحب المحل هو اللي يدفع للزبون اللي معهوش ولا انت اللي بتتكفل؟ لا بصراحه ما انا عن نفسي لو لقيت اللي قدامي هينحرج من حاجه زي كده بدفع من جيبي عادي لكن لو بس صاحب المحل مش مقصر في اي حاجه. بس انت ممكن تدفع من جيبي. عادي اه ادفع من جيبي. وأنت انت يوميتك هتكفي انك انت تصرف على نفسك. وتصرف على بعض الناس اللي تطلب مثلا ربنا بيبارك التجاره مع ربنا ربحان